الذكاء ملكة هامة، ولكي تتميز بذكائك يجب أن تمتلك ذاكرة قوية لكي تحفظ كل ما تقرأ. ولكن لا أظن أن هناك مشكلة إن نسيت أصدقائك وأقاربك. كيف يمكن للمرء أن ينسى أصدقائه وأقرباءه؟ أنت ستجيبين عن هذا السؤال يا جنان، فأنت بطلتنا هذا اليوم، وإمتاعنا سيكون مهمتك. وأن أردت أن تعبري عن محبتك لي فاستخدمي أي شيء باستثناء تلك المطرقة. تابعونا. هيا يا كنان، استيقظي يا عزيزي. وحش وحش يا دكتور نسيم، وحش وحش وحش. لماذا تصرخ هكذا يا كنان؟ لقد سهرت طوال الليلة الماضية لأصنع لك هذه القلادة، هل أعجبك؟ قلادة رائعة حقا، هل سأبدو أجمل حين أضعها؟ ها؟ عزيزي، بواسطة هذه القلادة ستصبح عبقريا. يمكنك أن تحفظ كتابا كاملا بعد قراءته. رائع. هكذا لن أنسى حقيبتي المدرسية في المنزل. يا للروعة. سهر الدكتور ليصنع لي القلادة، إنه طيب. سوف أصبح عبقريا بفضل هذه القلادة التي صنعها الدكتور. سأحصل على علامات ممتازة وسيحبني جميع الأساتذة. لا! اختفى العقد، أين هو؟ من تجرأ على سرقة عقدي الثمين؟ إن أخي كينان لطيف بالفعل، لم أتوقع أن يحضر لي عقدا كهذا. لا شك في أنه دفع مبلغا كبيرا لشرائه. ما الذي يحدث؟ لما تظاهرت بعدم رؤيتنا؟ غريب. هاي، توقفي جنان، لما تجاهلتنا؟ من أنت يا هذا؟ أنا باهر. لا أعرف أحدا بهذا الاسم يا سيدي. اسمع، لا وقت لدي أهدره مع الغرباء، لذا ارحل ودعني وشأني. جنان، لا يعقل
أن تنسيني، أنا صديقك، أنت تمزحين معي أليس كذلك يا عزيزتي؟ لما ضربتيها أيتها المتوحشة؟ ظاهر ما الذي تفعله؟ كيف تجرؤ على ضرب الجنان اللطيفة؟ هل رأيت يا جنان؟ لقد لقنته درسا قاسيا من أجلك. جنان، متى اشتريت هذه القلادة الجميلة؟ منذ متى وأنت هنا يا باهر؟ لم أراك. ما الأمر؟ لقد كنت أتحدث إليك منذ بعض الوقت، لماذا تنكرين معرفتك بي؟ الذي تفعله قلادتي ثمينة بيدك. لقد اشتراها لي شقيقي جنان، إنها باهظة الثمن. حسنا، ولكن من أين حصل كنان على ثمنها؟ باهر، لا عجب أن جنان تنكر معرفتها بك، فأنت لم تقدم لها سوى المشكلات. سوف أشتري لها هدية مميزة، ولكن أريد أولا أن أعلم من أين حصل كنان على ثمنها. لعله سرقها. جنان، هل كنت معه حين اشترى القلادة؟ من أنتما؟ ولماذا تنادينني باسم جنان؟ ها؟ العقد جعل منها فتاة متعالية تنكر أصدقائها. هناك خط ما في تلك القلادة يا باهر، جنان تنسانا عندما ترتديها، أطلب أن تخلعها. أغلق فمك. نحن قريبان يا جنان. هل نسيت ذلك يا صديقتي؟ ومن تكون جنان؟ أخبرني. إنه اسمك، أنا أطلقته عليك يا عزيزتي. جنان اسم جميل، إنه يعجبني. باهر يجيد الكذب أكثر من افتعال المشكلات. أن تخرج دون إعلامي. أيعقل أن أحداً ما اختطفها عندما كنت نائماً؟ يجب أن أعثر عليها بسرعة. جنان، جنان. أجل، كلي قدر ما تشائين، كلي. دائما أحصل على القليل من الطعام. شكرا لك يا أبي. كلي يا ابنة العزيز. أبي، قالت أبي، أبي. لقد أصبح باهر والدا لجنان، هذا مضحك بالفعل. هناك سوء تفاهم يا عزيزتي، أنا لست والدك، أنا شقيقك الكبير. شكرا لك يا أخي. أجل، هذا يناسبني أكثر. يا أخي، ذلك الذئب الليص يتناول الطعام الذي أحضرته من أجلي. يا أخي. سأعود إلى منزلي ودعم. لا يمكنك ذلك. ولكن لماذا؟ أخاف عليك من الأشرار. إنه الذئب الثاني. إنهم عصابة كبيرة يترأسها الدب المدعو كنان، إنه شرير ولا يعرف الرحمة. هل يصيد الدببات يا باهر؟ بالطبع يفعل، وبعد ذلك يطهوهم ويأكلهم. تستحق ذلك بل أكثر، أنت صديق سيء يا باهر. لا، لا تسيء فهمي، أنا أعبر له عن حبي بهذه الطريقة. ضرب أكثر يعني حبا أكثر. أنا أحبك كثيرا يا أخي. سأستريح قليلا. هيا يا جنان، عليك أن تعبري لشقيقك عن حبك له. هيا لا تتوقفي، هيا هيا عبري له، هيا هيا يا جنان، هيا هيا عبري له. هيا. لماذا أنا؟ اضربيه، هو اضربيه، أرجوك اضربيه.
شكرا. لماذا ضربتني بالمطرقة يا جنان؟ لكي تعلم أنني أحبك مثل شقيقي مع أنك تسرق طعامي. مللت، أنا ذاهبة، سألعب في الخارج. لا 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 يا جنان. الحق بها علها توسعك ضربا من شدة حبها لك. أحب اللعب في الخارج. من أنت يا هذا؟ كم أنا سعيد لأنك بخير. لم تخبرني من تكون. من الجيد أنك حافظت على القلادة. انتظر لحظة، كيف عرفت اسمي؟ ما بك، أنا كنان شقيقك. أنت ذلك الشرير. أجل أجل يا جنان، إنه هو. ابتعدي عنه قبل أن يؤذيك يا أختي، هيا ابتعدي. عليك أن تصغي إلى شقيقك. ما الذي يحدث؟ أنت كنان زعيم عصابة الأشرار؟ أعطني القلادة ودعيني ألقي نظرة عليها، أظن أنها السبب. أنت تريد أن تسرق القلادة مني؟ جنان ساعدني يا أخي، أريد أن أسرق قلادتي. جيد أنك اكتشفت ذلك، خفت ألا تصدقي. هل أحلم أم أنها جنان؟ ساعدني لنلقن ذلك اللص درسا قاسيا. جنان كنت سأفعل حتى لو لم تطلب إلي جنان ذلك. ما خطبك يا جنان؟ والآن يا أختي، ماذا تريدين أن أفعل به؟ سنحتجزه. سأسلمك للشرطة وستمضي بقية حياتك في السجن. سوف تعد لنا الطعام كل يوم. رائع. لن تستمتع بطعامها اللذيذ بعد اليوم أيها الصغير المزعج. يجب أن أنقذ جنان، لابد أن القلادة هي السبب. لحظة، من أين يأتي هذا الصوت؟ قل لي، هل أنت جائع يا كنان؟ بقيت سمكة، دعه يأكلها. لا، أريد أن أتناولها غدا يا أختي. دعك من أمر ذلك الشرير يا عزيزتي، إن أطعمته سيستعيد قوته وقد يؤذينا جميعا، صحيح؟ جنان ماذا ستفعلين؟ لما تحملين المطرقة؟ أتمنى لك أخلاقك سعيدة. ما أريدك أن تحبيني كشقيقك. لا أريدك أن تشعر أنني أدلل أخي أكثر منك يا زاهد. لقد ضربتهما، ترى هل عادت إلى رشدها؟ ما الذي تفكرين به يا جنان؟ لن أضربك أيها الشرير، فأنت لست قريبي ولا أحبك. أخي باهر أخبرني أننا نضرب من نحب لنعبر عن حبنا لهم. لا تصدقيه، إنه يكذب عليك. تذكرت، كيف تعرف اسمي هذا؟ القلادة جعلتك تنسي من أقول. قلت القلادة؟ أجل، اخلعيها يا جنان وستعلمين الحقيقة، ستعرفين من الكاذب بيننا. أتقصد أنها تجعلني أتصرف على غير طبيعتي؟